نعم، صباح هذا اليوم وتحديدا عند الساعة 4 من فجر هذا اليوم داهمت قوات شرطية ووحدات خاصة مكان عمل عماد شقير وهو والد أحد المشتبه بهما بتنفيذ العملية وفق المزاعم شرطة الاحتلال كما جاء في البيان الرسمي لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتم اعتقاله ونقله إلى المخابرات والشباكة الإسرائيلي بهدف إجراء تحقيقات ميدانية للبحث عن أسباب طبعا تنفيذ العملية بالنسبة لنجله وفق الادعاء الإسرائيلي. ونؤكد على أن كل ما يحدث الآن من تداول الأسماء هو ادعاء إسرائيلي وفق بيان للشرطة. العائلة تنفي وتشكك وتحمل في نفس الوقت المسؤولية الكاملة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عن حياة نجلها وكذلك أيضا الشاب الآخر. قبل قليل ونحن هنا داخل ديوان آل سبيحات في بلدة رمانة شمال غرب جنين وصلت عدد من العائلات، اجتمعت وتحديدا عائلتا منفذا كما يدعي جيش الاحتلال، والتقى الوالدان قبل قليل هنا في مناقشة ومؤازرة ودعم وشد عضد بعضهم في ظل هذه المزاعم الإسرائيلية التي كان يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في البلدة. الآن على الهواء مباشرة هذا هو عماد شقير والد أحد المشتبه بهما والذي أفرج عنه قبل ساعات. تشاهدون هنالك بعض الكدمات التي تعرض لها نتيجة الاعتداء عليه من قبل أجهزة الشباك والمخابرات الإسرائيلية، وعلى ما يبدو أنها كانت لحظات صعبة خلال ساعات الاعتقال والاحتجاز قبيل الإفراج عنه. قال بالحرف الواحد وهو لم يبدي أي رغبة في الحديث لوسائل الإعلام، تعلم أن العائلة الآن تعيش حالة من الصدمة نتيجة هذه الادعاءات الإسرائيلية. قال بالحرف الواحد أن المسؤول عن العملية هم قتلة رابين، وبالتالي هذا تصريح وتحميل لليمين المتطرف عن ماهية الأمور التي تحدث وتأخذ بمنحنى التصعيد في مناطق الضفة الغربية. الوالد كغيره يعني هنالك كثير من المخاوف وكثير من التوقعات للساعات القادمة، سيما في ظل أن استمرار عمليات البحث لا زالت تجري على نطاق طبعا مستوطنة إلعاد وهي في محيط المنطقة التي وقعت بها العملية، لكن على طول الجدار ونحن نتحدث من شمال الضفة الغربية وصولا إلى مناطق سلفية نحو 100 كيلومتر من الجدار الفاصل لا زالت تخضع لإجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة. الجميع من أهالي البلدة يواصلون القدوم هنا إلى منزل العائلة ويتحدثون إلى والد أحد المشتبه بهم كما نشاهد بهذه الصور المباشرة، ويرقبون عن كثب تفاصيل التحقيق وساعة اللقاء الأخير الذي كان للعائلة. عن أحد المشتبه بهم وتحديدا نجل السيد عماد شقير، هو كان قد أنهى الدبلوم في مجال الكهربائيات ويعمل في واحدة من الورش في منطقة مستوطنة العاد، وبالأمس خرج كأي شاب فلسطيني أخبر العائلة بأنه ذاهب إلى العمل، وتفاجأت العائلة كما تفاجأ العديد من المواطنين على خبر أن شرطة الاحتلال وزعت بيان يحتوي هذا البيان على صورتين، وهالصورتين تقول بأن شابين فلسطينيين من بلدة رمانة شمال غرب جنين هم من نفذوا العملية. تشكك العائلة بالرواية الإسرائيلية وبالمزاعم الإسرائيلية، والتقينا قبيل ساعات جد أحد المشتبه بهم مؤكدا على أن العائلة يعني لا تزال تشكك بالرواية وتحمل الاحتلال المسؤولية، وكذلك أيضا هنالك خوف على حياتهما في ظل هذا الضخ الإعلامي الإسرائيلي باتجاه الشابين اللذان لا يمتلك حتى هذه اللحظة جيش الاحتلال الدليل. والد عماد شقير قال لنا بأنه طلب دليلا قاطعا حول المزاعم الإسرائيلية، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء والجهاز الشباك على وجه التحديد لم يقدم أي دليل قاطع، وبالتالي تبقى هذه الرواية مزاعم إلى حين طبعا عملية إلقاء القبض عليهما. شكرا. لكن المنحنى يأخذ بصورة تصاعدية، أكثر من 16 ساعة وعملية البحث متلاحقة، ولربما ذلك يستمر ويضغط باتجاه عملية ميدانية على الأقل في مسقط رأسهما في بلدة رمانة خلال الساعات القادمة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل خالد بدير مراسل الغد، كنت معنا من بلدة رمانة غرب جنين.